السلام عليكم. لن تصدق ما وجدوه بعد عملية الحفر في سوق أهراس، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. قالت مصادر إعلامية محلية اليوم الثلاثاء أن مجموعة من المنقبين في ولاية سوق أهراس عثروا على كنز يعود للفترة البيزنطية من القرن السادس والرابع ميلادي، وذلك بأحد معالم الموقع والذي أطلق عليه مدير الحفرية اسم المعلم الجوفي، أين تم العثور واكتشاف مجموعة نقدية متكونة من 1140 قطعة نقدية. والجدير بالذكر أن أعمال البحث الأثري تتواصل قصد التوصل إلى نتائج علمية أخرى تثمينا واعترافا بمجهودات فرقة البحث والقائمة على هذه الحفريات.